من مدينة السنبلاوين اليوم 3 أغسطس 2021. وطبعا المركبة التي تؤدي إلى الزحام دائما هي ما نشاهده التوك توك كما يقال عنه. هذه هي بعض ملامح مدينة السنبلاوين وهي إحدى المدن التابعة لمركز طبعا السنبلاوين محافظة الدقهلية. ومن السنبلاوين مش كده يا أستاذ محمود؟ أم كلثوم، محمد حسن هيكل، يعني الناس شخصيات محترمة من بالطبع مركبة التوك توك سببت أزمة أو نقول المرور واقف بسبب التوك توك كما نشاهد. الغريب في الأمر إن التوك توك طبعا هي مركبة غير مرخصة وهذا الزحام القميء نتابع، ما زلنا نتابع ملامح مدينة السنبلاوين وهذا الزحام وهذا الاختناق المروري بسبب التوك توك عن مدينة السنبلاوين عن بعض ملامحها. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو فالرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر.